الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يؤكد خلال افتتاح القمة الصينية الإفريقية أن التعاون بين الصين وإفريقيا يعتبر نموذجا رائدا لتسريع التنمية. رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يزور شركة شمال الصين للصناعات نورينكو ويطلع على مجالات تدخلها وأحدث ابتكاراتها. والوزير الأول يستعرض أمام الجمعية الوطنية الخطوط العريضة والمحاور الرئيسة للسياسة العامة للحكومة. السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى مسائية الموريتانية، تصحبني فيها بلغة الإشارة الزميلة عائشة علي. أكد فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد الدشاخ الغزواني أن التعاون الصيني الإفريقي يعتبر نموذجا رائدا للتعاون وتسريع التنمية المشتركة للطرفين. جاء ذلك خلال مشاركة فخامة رئيس الجمهورية اليوم في مراسم افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صاحب الفخامة السيد شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، صاحب الفخامة السيد باسيرو جوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الرئيس المشارك لمنتدى التعاون الصيني للدورة الرابعة على مستوى الرؤساء، أصحاب الفخامة والمعالي قادة الدول ورؤساء الحكومات، صاحب المعالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، صاحب المعالي السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أيها السادة والسيدات، يطيب لي بداية أن أتقدم بخالص التهنئة إلى صاحب الفخامة السيد شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية على عقد هذه النسخة الرابعة من قمة التعاون الصيني الإفريقي على مستوى الرؤساء وعلى ما اتسم به تنظيمها من دقة وإحكام، شاكرا له وللحكومة والشعب الصينيين ما أحطنا به ووفدنا المرافق من فائق العناية ووافر الكرم الصيني الأصيل. كما أود أن أتقدم بأحر التهاني للرئيسين المشاركين لهذه القمة، فخامة السيد شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وفخامة السيد باسيرو جوماي فاي رئيس جمهورية السنغال على ما يوليانه من بالغ الاهتمام لترسيخ التعاون الصيني الإفريقي خدمة للمصالح المشتركة للطرفين. أصحاب الفخامة والمعالي، أيها السادة والسيدات، لقد تمكن منتدى التعاون الإفريقي الصيني من أن يشكل على مدى ربع قرن منصة رفيعة المستوى وإطارا فعالا في تعزيز وتطوير الشراكة الصينية الإفريقية التي تعد اليوم نموذجا رائدا للتعاون الجنوبي الجنوبي بفضل ما أتاحه من بناء مسارات جديدة للتضامن والتعاون وتسريع التنمية المشتركة للطرفين، مرتكزا في ذلك على أساس متين من الصداقة والاحترام والمنافع المتبادلة. فغاية جمهورية الصين الشعبية والدول الإفريقية هي الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الاستراتيجي والعمل معا لتعزيز التحديث وبناء مجتمع صيني إفريقي رفيع المستوى بمستقبل مشترك كما هو شعار قمتنا هذه. ولقد استطعنا معا خطة بعد خطة ومبادرة بعد مبادرة
أن نرفع مستوى التبادل التجاري بيننا لمستويات قياسية، إذ بلغ حجم هذا التبادل سنة 2023 ما يربو على 280 مليار دولار، وذلك بفضل الاستثمارات الصينية الكبيرة في إفريقيا، وخاصة تلك التي تأتي في سياق مبادرة الحزام والطريق لترقية البنى التحتية الداعمة للنمو المينائية والطرقية والطاقوية والرقمية وغيرها. وإن حاجة الدول الإفريقية لهذه البنى التحتية الداعمة للنمو لماسة، خاصة في ظل سعيها الحثيث إلى إحراز الاندماج الاقتصادي بترقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وتحقيق أهداف أجندة 2063 عموما. ولذا فنحن نرحب كثيرا ونثمن عاليا الأنشطة العشرة التي أعلن عنها صاحب الفخامة السيد شي جين بينغ في خطابه منذ قليل، والتي ستنفذها الصين وإفريقيا في مجالات عديدة ومتنوعة. وكما نقدر حق التقدير ما أعلن عنه من دعم مالي يسهم في تنويع وتعميق التعاون الإفريقي الصيني. ثم إن الشراكة الصينية الإفريقية لا تتأسس فقط على التبادلات التجارية والاقتصادية، بل تنبني كذلك في الأساس على اشتراك قوي في العديد من الرؤى والمواقف، من قبيل الإيمان بوحدة مصير الإنسانية وضرورة قيام تنمية مستديمة شاملة تستفيد منها كل البلدان والشعوب، وكذلك التمسك بأولوية العمل على تعزيز الأمن والسلم العالميين، وبضرورة بناء نظام دولي متعدد الأطراف أكثر عدلا وتوازنا لينعم الجميع بالسلام والازدهار. وإن القارة الإفريقية اليوم بحكم ما تواجه من مشاكل داخلية ومن قوة الارتدادات السلبية لما يجتاح العالم من أزمات بينية وبيئية واقتصادية وأمنية هدامة، لا أحوج ما تكون إلى مساعدة جمهورية الصين الشعبية في إرساء الأمن والاستقرار ودفع عجلة النمو، وفي تعزيز صوتها في المنابر الدولية بالقوة التي تضمن مراعاة خصوصياتها وأولوياتها في الأجندات العالمية، وهو ما يتطلب ترقية التعاون المتعدد الأطراف ومراجعة بعض جوانب المنظومة الأممية وإعادة بناء الحكامة الدولية السياسية والمالية بنحو يجعلها أكثر عدلا وإنصافا وتوازنا، لتضمن لكافة البلدان التي هي على طريق التحديث المساواة في الحقوق والفرص والمعاملة على أساس نفس القواعد، كما الحال في التعاون الصيني الإفريقي في إطار مبادرات الحزام والطريق والتنمية العالمية والأمن العالمي والحضارة العالمية. أصحاب الفخامة والمعالي، أيها السادة والسيدات، إن من أبرز تحديات هذا التعاون الصيني الإفريقي المثمر ما يجمع الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الصين الشعبية من علاقات وطيدة ظلت تتطور باضطراد خدمة للمصالح الحيوية للشعبين الصديقين وللسلم والأمن الدوليين. تمثل الصين الشريك التجاري الأول لموريتانيا، ويشمل التعاون الصيني الموريتاني مجالات عديدة بالغة الأهمية كالبنى التحتية والصيد والصحة والتعليم والنقل والطاقة. ولن ينسى الشعب الموريتاني ما كان للصين من فضل في تزويد مدينة نواكشوط بالماء الصالح للشرب أوائل الستينات، وفي تشييد العديد من الموانئ والطرق والمعالم والبنايات السيادية، وفي إقامة العديد من المشاريع التنموية المتنوعة. كما لن ينسى الدعم الصيني السخي أيام الكوفيد 19. وإننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمصممون في إطار مبادرة الحزام والطريق وخطة التعاون الصيني الإفريقي في أفق 2035 على تعزيز الشراكة مع جمهورية الصين الشعبية
والاطلاع في سياق العمل على تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والشعب الصيني الصديق بالدور الذي يؤهلنا له موقعنا الجيوستراتيجي ومقدراتنا الطبيعية واستراتيجيتنا التنموية الطموحة وما يتيحه كل ذلك من فرص استثمارية وإنمائية واعدة. وإنني أتمنى لأعمال قمتنا هذه كل التوفيق والنجاح، لجازم بأنه سيكون لها أثر إيجابي كبير في تحقيق سعينا المشترك إلى تعزيز التحديث وبناء مجتمع صيني إفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى هامش أعمال القمة الصينية الإفريقية، أكد فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد الدوشيخ الغزواني أن السلام والأمن يشكلان شرطا أساسيا لتحقيق التنمية والازدهار الدائمين. وأضاف رئيس الجمهورية خلال ورشة حول السلام والأمن أنه لا يمكن تحقيق الأمن الدائم لأي دولة إذا لم تكن الدول المحيطة بها آمنة، معتبرا أن سلام وأمن الجميع ورخاءه هو الهدف المشترك والقيم الأساسية التي تقوم عليها الشراكة الصينية الإفريقية وتشكل الخلفية لمختلف المبادرات التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ المتمثلة في قيم الاحترام المتبادل والصداقة بين الشعوب والتقارب بين الحضارات ونبذ العنف والتعاون بين الجميع. وخلال وجوده في العاصمة الصينية بكين، زار فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد الدوشيخ الغزواني اليوم مقر شركة شمال الصين للصناعات نورينكو، وهي شركة رائدة في مجال صناعة الأسلحة تأسست قبل 40 عاما. وتجول فخامة رئيس الجمهورية في مقر هذه الشركة وطلع على سير عملها واستمع إلى عروض حول مختلف مجالات تدخلها وأحدث ابتكاراتها ونشاطها خارج الصين وما تقوم به من تنمية الأسواق الدولية والمحلية والاستفادة من الموارد الدولية والمحلية. رافق فخامة رئيس الجمهورية في هذه الزيارة كل من الناني والشروقة الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، سيد أحمد اللبو وزير الاقتصاد والمالية، أحمد الباهيني مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، وأحمد محمد الراضي مستشار برئاسة الجمهورية. وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع نستضيف لكم الدكتور يربان الخراشي رئيس الرابطة الموريتانية لخريجي الجامعات الصينية. مرحبا بكم ضيفنا الكريم. بداية، ما هو البعد الدبلوماسي والاستراتيجي الذي تمثله مشاركة فخامة رئيس الجمهورية في هذه القمة في ظل الارتقاء بالعلاقات الموريتانية الصينية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية؟ شكرا على الاستضافة. حقيقة العلاقات الموريتانية الصينية علاقات مميزة عن علاقات الصين بأي بلد في شبه المنطقة بخصائصها سياسية ودبلوماسية وتجارية وكذلك اقتصادية. فعلى المستوى الدبلوماسي تعتبر موريتانيا من بين 20 دولة إفريقية الأولى التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين مبكرا قبل الانفتاح الغربي على الصين سنة 72. وعلى المستوى السياسي أيضا وعلى المستوى السياسي يرتبط الحزبان الحاكمان حزب الإنصاف والحزب الشيوعي الصيني بعلاقات قوية، وكذلك هنالك علاقات بين البرلمان الموريتاني ومجلس الشعب. وربما هذا ما حدا بالرئيس الصيني خلال لقائه بفخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني بوصف العلاقات الموريتانية الصينية بأنها تتمتع بثقة سياسية متبادلة قوية جدا. وحسب متابعتي لم يذكر الرئيس الصيني هذا الوصف إلا مرتين فقط حيال اللقاءات التي أجراها مع كل قادة الدول الإفريقية. في المجال التجاري أيضا كما ذكر فخامة رئيس الجمهورية، الصين تعتبر الشريك التجاري الأول لموريتانيا،
وخلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري تجاوز حجم التبادل التجاري 1.2 مليار دولار مع فائض لصالح موريتانيا بأكثر من 200 مليون دولار. وفي اعتقادي مشاركة فخامة رئيس الجمهورية في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين وكذلك الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يعتبر فتح صفحة جديدة في العلاقات تخرجها من المنظور القديم إلى منظور جديد يقوم على مبدأ رابح رابح، كما أن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمنح موريتانيا المزيد من الولوج إلى التمويل الصيني وجذب الاستثمارات الصينية، والأهم من ذلك يمنح أيضا يمنح المزيد من التعاون في شتى المجالات وبشكل أعمق، وكذلك يفتح المجال أمام التواصل عالي المستوى واجتماعات دورية بين القائمين على البلد. كل الشكر لكم الدكتور يربان الخراشي رئيس الرابطة الموريتانية لخريجي الجامعات الصينية، شكرا جزيلا لكم. في موضوع آخر، أكد معالي الوزير الأول سيد المختار الجاي أن بناء الدول والأوطان على قدر الطموحات المتجددة لشعوبها لا يكون إلا بناء تراكميا يشارك فيه الجميع. جاء ذلك خلال تقديمه برنامج السياسة العامة للحكومة مساء أمس في جلسة علنية للجمعية الوطنية برئاسة رئيس الجمعية الوطنية وبحضور أعضاء الحكومة. خمسة محاور تضمنها تقرير السياسة العامة للحكومة الذي استعرضه معالي الوزير الأول السيد المختار واللجاي أمام البرلمان. وسبيلا لتجسيد محاور البرنامج، ركزت الحكومة على رفع خمس تحديات أساسية تتمثل في رسوخ دولة المؤسسات والحكامة ومكافحة الضعف البنيوي الاقتصادي وتجهيز الموارد البشرية وتحصين الوحدة الوطنية والانسجام، ورفع التحدي الأمني والجيوسياسي. التحدي الأول مرتبط بمدى رسوخ دولة المؤسسات والحكامة. إن حداثة عهدنا نسبياً بالدولة العصرية والظروف التي اكتنفت قيامها لدينا لا تزال تبطئ وتيرة تحول عقلياتنا ومسلكياتنا في اتجاه تمثل مقتضيات دولة القانون والمؤسسات بنظمها وإجراءاتها، خاصة تلك منها المرتبطة بما استقر في الوجدان الجمعي من كون الدولة كياناً أجنبياً معادٍ ولا حرمة له، وما ينشأ عن ذلك من استسهال التعدي على المال العام والتهاون في المحافظة على المؤسسات والبنى التحتية العمومية وكل ما له طابع عام. هذا علاوة على ضعف حكامتنا المحلية التي هي أقوى الأدوات لبناء تنمية متوازنة في بلد كبلدنا مترامي الأطراف. التحدي الثاني هو الضعف البنيوي لاقتصادنا، ويتمثل المشكل الأساسي على هذا المستوى في أن مسارات نمو اقتصادنا منذ الاستقلال لم تصل به يوما إلى الحد الذي يتيح إقلاعا اقتصاديا حقيقيا، وذلك لقلة تنويع مصادر النمو ولضعف البنية التحتية الداعمة وللنقص الكبير في ترقية القطاعات التي لنا فيها ميزات تفضيلية ولضيق سوقنا الوطنية وللضعف البنيوي في قطاعنا الخاص على وجه الإجمال. التحدي الثالث يتعلق بمدى جاهزية مواردنا البشرية. إن من أقوى التحديات على هذا المستوى فشو العقليات والمسلكيات التي تنافي ثقافة تمجيد العمل وقيمته وتقدير المهن على اختلافها وتثمين واعتبار العمل أيا كان مصدر شرف لمزاوله. إنها عقليات تتسبب غالبا في تراخي الهمم والعزائم وفي تعطيل الطاقات والقدرات الإبداعية. ينضاف إلى ذلك النقص في مستوى الولوج إلى التعليم وتدني المستويات الدراسية وضعف مستويات التكوين والتأهيل المهني وعدم مواءمتها في الغالب مع حاجات الاقتصاد وسوق العمل. التحدي الرابع يتعلق بتحصين وحدتنا وانسجامنا الاجتماعي. نحن شعب واحد ينصهر كله في وحدة إيمانية وعقدية جامعة، ويوحده التاريخ المشترك وتجمعه القناعة الراسخة بوحدة المصير والمستقبل الواعد.
لكن وبكل صراحة، فإن رواسب عقليات بائدة وصور نمطية زائفة وتراتبية وهمية تعمل باستمرار على إضعاف هذا الانسجام الاجتماعي، وتتغذى هذه الرواسب من نكء بعضنا لبعض الجراحات التاريخية ومن النفس الشرائحي والقبلي والجهوي المقيت، وكذا من التفاوت الاقتصادي البين وما يصاحبه من فقر وهشاشة واختلال في توزيع الثروة والفرص. تتضرر منه غالبا الفئات التي عانت تاريخيا من الغبن والتهميش، وإن من آكد الأولويات رفع هذا التحدي باستئصال مختلف عوامل الفرقة والتنافر تحصينا لوحدتنا وانسجامنا وتصحيحا لميزان العدالة والمساواة. التحدي الخامس هو التحدي الأمني والجيوسياسي. إنما نشأ عن العولمة من قوة ترابط مختلف البلدان وعمق تأثير وتأثر بعضها ببعض، يفرض أحيانا على آحاد الدول وبقوة تحديات في الأصل دولية وإقليمية. فما ساد ويسود على المستوى الدولي من عنف وإرهاب وحروب مدمرة قد سرت للأسف مفاعيله الهدامة إلى قارتنا وخاصة إلى منطقة الساحل. فانتشرت الجماعات الإرهابية وفشى العنف والتطرف وقوضت دعائم الأمن والاستقرار. ونحن وإن كنا قد استطعنا بفضل الله وبقوته وبفضل نجاعة استراتيجيتنا الأمنية المندمجة ويقظة قواتنا المسلحة وقوات أمننا الباسلة أن نحافظ على أمننا واستقرارنا في محيط شديد الاضطراب، فإن الخطر لا يزال ماثلا والتحدي قائما والتضحيات يجب أن تكون كبيرة واليقظة مطلوبة أكثر من أي وقت مضى. وسعيا لتوفير الحياة الملائمة للمواطنين خاصة الأقل دخلا في عموم التراب الوطني، تستعد الحكومة في الفترة المتبقية من العام الجاري لتنفيذ سلسلة برامج التدخل الهادفة إلى تحسين ظروف عيش وسكن مواطنينا من خلال تعبئة ما هو متوفر من إمكانيات وهوامش تحرك في انتظار البدء في التنفيذ الفعلي للسياسة العامة، وذلك عبر تنفيذ البرامج الاستعجالية التي تركز على 10 نقاط. ومن أهم الإجراءات والبرامج الاستعجالية التي سيبدأ العمل فيها بإذن الله في الفترة المتبقية من السنة البرامج 10 التالية: أولا، برنامج استعجالي لتثبيت وخفض ودعم أسعار بعض المواد الأساسية كالقمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والإسمنت، وسيتم ذلك أساساً من خلال مراقبة مخزون المواد الأساسية في السوق ومنع المضاربة والاحتكار وتحديد سعر أعلى يأخذ بعين الاعتبار سعر الوصول وهوامش ربح منطقية يتم تحيينه في فترات متقاربة. لن يكون مقبولاً أبداً المضاربة على أسعار المواد الأساسية أو احتكارها، وستكون الحكومة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه محاولة زيادة هامش ربحه على حساب قوت المواطن. وقناعتنا وأملنا كبيرين في تعاون ومواكبة مهنيي قطاع التجارة في تحقيق هذا الهدف. ولا يسعني هنا إلا أن أنوه بالعمل الكبير والجاد الذي قامت به مصالح وزارة التجارة والسياحة والاتحادية الوطنية للتجارة في الأسابيع الماضية، والذي تمخض اليوم عن اتفاق يقضي بتحديد أسعار المواد الأولية طيلة الأشهر المتبقية من السنة على أن يتم تجديدها بداية السنة المقبلة. ويعتبر هذا الجهد وهذا العمل مثالا حيا لما يمكن أن تثمره الشراكة والثقة بين الحكومة والقطاع الخاص. بموازاة ذلك، ستعكف الحكومة على تفعيل برنامج التموين من خلال زيادة الكميات وضمان وصولها للمواطن.
البرنامج الاستعجالي الثاني على هذا المستوى هو التأمين الصحي لكل طلاب التعليم العالي. البرنامج الثالث هو برنامج تجريبي للتكوين والتشغيل الذاتي، وستستفيد منه بإذن الله 500 شاب، منها 200 شاب سيتم دمجهم في القطاع الزراعي. البرنامج الرابع هو برنامج تجريبي للخدمة المدنية بمشاركة 500 شاب. خامساً، برنامج استعجالي لتحسين جودة وتغطية الاتصالات من خلال فرض احترام شركات الاتصال لدفاتر التزاماتها وفرض قيامها بالاستثمارات الضرورية من أجل توفير التغطية والخدمة الجيدة في بعض المناطق. وقد تم الاتفاق مع شركات الاتصال على برنامج محدد لتحسين جودة وتغطية الخدمة تنتهي مرحلته الأولى يوم 22 سبتمبر المقبل، ولن يكون هنالك أي تهاون في حال عدم تنفيذه كما اتفق على ذلك. البرنامج السادس هو برنامج تجريبي يسمى نواكشوط مدينة يسهل العيش فيها إن شاء الله. يتعلق الأمر ببرنامج تجريبي سيطلق في بلديات نواكشوط التسع، يهدف إلى تضافر جهود كل القطاعات الوزارية لحل أكثر المشاكل إلحاحاً وضغطاً على سكان مختلف أحياء العاصمة. وسيعد هذا البرنامج وينفذ بشكل تشاركي بين القطاعات الوزارية المعنية والإدارة المحلية والمنتخبين، كما سيشتمل على مكونة تطوعية. البرنامج السابع هو برنامج استعجالي لفك العزلة عن بعض المناطق والقرى، ويتعلق الأمر هنا بإعداد برنامج استعجالي ستطلق أشغاله قبل نهاية السنة، ويهدف إلى رفع المعاناة عن بعض القرى والمناطق المعزولة وعن بعض مناطق الإنتاج. البرنامج الثامن هو برنامج استعجالي أيضا لإعادة تأهيل الشركة الوطنية للكهرباء. يشمل هذا البرنامج مكونتين أساسيتين، أولاهما ستنفذ في الأمد القصير 3 أشهر، والثانية ستنفذ في سنة. ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة تأهيل وإصلاح وتوسيع الشبكة الكهربائية في نواكشوط، وزيادة حجم إنتاج الطاقة الكهربائية، ومكافحة الغش والتحايل، وتنفيذ إصلاح مؤسسي وإداري ومالي شامل لمجموعة صوملك. البرنامج الاستعجالي التاسع يهدف إلى تنظيم حركة المرور والحد من الاختناقات المرورية في مدينة نواكشوط. ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من الاختناقات المرورية في نواكشوط وفرض الالتزام بقوانين السير، وسيشمل فتح محاور طرقية جديدة وتوسعة الطريق العام ومنع احتلاله وزيادة عدد إشارات المرور في المفترقات الطرقية ونقل مخازن خارج المدينة وتنظيم دخول الشاحنات إلى الوسط الحضري وتشجيد مواقف للسيارات وتشديد الرقابة وفرض احترام القانون بالاستعانة بما تتيحه تكنولوجيا الاتصال من إمكانات. البرنامج العاشر يتعلق بتوسعة وتبسيط المنصة الرقمية لعقود لتلبية كل طلبات المواطنين في مجال المعاملات العقارية. أما في مجال محاربة الفساد فقد ركزت السياسة العامة للحكومة على عدة أمور، من بينها تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة والعقاب والصرامة في تطبيق العدل من خلال تطوير الإطار القانوني لمكافحة الفساد وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز دور القضاء. أما بخصوص محاربة الفساد فإن التركيز سيكون على تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب. فقناعتنا الراسخة أن نجاح سياسة الحكومة في أي مجال كان مشروط بمستوى التصميم والصرامة الذي ستواجه به داء الفساد بمختلف روافده. فلا تنمية ولا عدل ولا إنصاف مع الفساد، ومن ثم فلا تسامح معه مطلقا. وفي هذا الإطار ستركز جهود الحكومة على تطوير واستكمال الإطار القانوني لمكافحة الفساد بما يضمن تحصين القطاعات التي تعتبر أكثر عرضة له واسترداد الأموال العامة المنهوبة وتأمين منظومة محينة وفعالة لمكافحة الإثراء غير المشروع وحماية كاشف الفساد
والوصول إلى المعلومات بشكل سلس، بناء منظومة صفقات عمومية أكثر تحصيناً ضد الفساد، توفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد إجمالاً وفي منع الإفلات من العقاب، تفعيل الإطار المؤسسي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإنشاء مؤسسة وطنية لمحاربة الرشوة والفساد، نشر الوعي بالآثار المدمرة للفساد وترسيخ قيم وسلوكيات النزاهة لدى الأجيال الصاعدة. خطوط عريضة ضمن التقرير العام لسياسة العمل الحكومي استعرضها معالي الوزير الأول شملت عدة مجالات، من بينها تعزيز وتطوير الاقتصاد من خلال إحداث تحول بنيوي يفضي إلى معدلات نمو قوية ومستديمة، إطلاق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، إحداث برنامج موسع في مجال البنى التحتية الطرقية العصرية لفك العزلة عن مناطق الإنتاج، إعادة تأهيل وتوسيع وعصرنة البنى التحتية المنائية الحالية، تعزيز وتوسيع البنى التحتية في مجال النقل الجوي، إطلاق برنامج طموح لإنتاج وتوفير الطاقة الكهربائية، إطلاق مشاريع مائية كبيرة في مجال السدود وشق القنوات والمحاور المائية، توسيع المساحات الزراعية، توفير المياه الضرورية، تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل القطاع الزراعي مع تسهيل النفاذ إليها، العمل على تحسين البنية العامة للتنمية الحيوانية، إصلاح التعليم والتكوين والتشغيل، تعزيز اللحمة الاجتماعية، حفظ التراث، نبذ مكافحة الغبن والتهميش، نقاط من بين أخرى تسعى من خلالها الحكومة إلى العمل على بناء دولة قوية عصرية يجد فيها المواطن ذاته ويفخر الكل بالانتماء لها. وبذلك تنتهي الفقرة المخصصة بلغة الإشارة، نشكر الزميلة عائشة علي. في موضوع ذي صلة تضمن برنامج السياسة العامة للحكومة الذي استعرضه الوزير الأول السيد المختار والجاي مساء أمس أمام الجمعية الوطنية، إطلاق البرنامج الاستعجالي لتثبيت وخفض ودعم أسعار بعض المواد الأساسية كالقمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والإسمنت والغاز المنزلي. وتجسيدا لهذا التوجه أعلنت وزارة التجارة والسياحة التوصل إلى اتفاق مع اتحادية التجارة يتم بموجبه تحديد وخفض أسعار المواد الأساسية المذكورة، وسنعود لهذا الموضوع في مسائية الغد ولكن بشكل مفصل. خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اجتماعها الذي عقدته مساء اليوم برئاسة خالد مامادو جلو رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون يتضمن مدونة الهيدروجين الأخضر. وتابعت اللجنة خلال اجتماعها عرضا قدمه وزير الطاقة والنفط محمد المحمد مالعينين والخالد أبرز فيه مضامين مشروع القانون المذكور وأهدافه. عقدت المحكمة العليا ظهر اليوم جلسة خصصتها لتأدية اليمين القانونية لرئيس سلطة تنظيم الإشهار جينغ أمادو بوبو فاربا. جرت وقائع الجلسة برئاسة رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد والسيد أحمد وبعضوية رؤساء الغرف المدنية والاجتماعية الثانية والغرفة المدنية والاجتماعية الأولى والغرفة الجزائية، وبمساعدة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة العليا كاتبا للجلسة ونائب المدعي العام لدى المحكمة ممثلا للنيابة العامة وبحضور الأمين العام للمحكمة العليا. قدم سعادة السيد محمد محمود إبراهيم خليل أمس بالعاصمة الدنماركية أوراق اعتماده إلى جلالة الملك فريدريك العاشر بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لبلادنا لدى مملكة الدنمارك مقيما في بروكسل. وأجرى سعادة السفير بهذه المناسبة مباحثات على انفراد مع جلالة الملك فريدريك العاشر، نقل خلالها تحياتي فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن شيخ الغزواني وأطلعه على الدور الذي يلعبه فخامته من أجل القارة الإفريقية وإسماع صوتها في المحافل الدولية بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي.
بدوره أثنى جلالة الملك فيزيك العاشر على الدور المتميز الذي تلعبه موريتانيا في المنطقة كدولة تنعم بالاستقرار وبحسن العلاقات مع الدول المجاورة بصفة خاصة ودول القارة بصفة عامة. وفي الأخير حمل جلالة الملك سعادة السفير إبلاغ تحياته إلى صاحب الفخامة رئيس الجمهورية وتمنياته له بالتوفيق في الجهود التي يبذلها من أجل القارة الإفريقية في إطار رئاسته للاتحاد الإفريقي. احتضنت العاصمة صباح اليوم فعاليات اللقاء التشاوري بين الشباب الموريتاني تمهيدا لمشاركة بلادنا في قمة المستقبل التي تنظمها الأمم المتحدة كل سنة بمقرها في مدينة نيويورك. تحضيرا لقمة المستقبل 100 شاب من مختلف ولايات الوطن يشاركون في الأيام التشاورية الممهدة لمشاركة بلادنا في هذه القمة المزمع انعقادها يومي 22 و23 من الشهر الجاري. وستتناول الأيام التشاورية هذه موضوعات السلم والأمن الدوليين والتنمية المستديمة والتغيرات المناخية والرقمنة والابتكار. يهدف هذا اللقاء التشاوري إلى ضمان مشاركة فعلية ومؤثرة للشباب الموريتاني في مسار تحضير قمة المستقبل من خلال موائمة المبادرات الوطنية مع قدرات وتطلعات الشباب وإجراء تقييم تشاركي لما أحرز من تقدم في العناوين البارزة لميثاق المستقبل كالتنمية المستدامة والسلم والأمن العالميين والعلوم والتكنولوجيا والحكامة العالمية. أعزائي الشباب، أدعوكم للمشاركة النشطة والإدراء بآرائكم واقتراحاتكم بكل تجرد وموضوعية حتى تتمكنوا في نهاية هذا اللقاء من الخروج بخلاصة ستمثل مشاركة الشباب الموريتاني إلى جانب نظرائهم من جميع بلدان العالم في إثراء محتوى قمة المستقبل. المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة ماغالي رودمان في كلمتها بالمناسبة أشارت إلى أن قمة المستقبل تمثل خطوة حاسمة لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستديمة وإعادة تحديد الأولويات معاً لبناء مستقبل أكثر مرونة وشمولاً. وأضافت أن هذه اللحظة فريدة من نوعها لأنها تسمح لكل بلد وكل منطقة وكل جيل بالتعبير عن أنفسهم في مواجهة التحديات العالمية مثل الحوكمة والأزمات البيئية ومظاهر التفاوت الاجتماعي. سيتم في ختام الأيام التشاورية اختيار الشباب الذين سيمثلون الشباب الموريتانية ويقدمون مقترحات من أجل تنفيذ الحلول لبلوغ مستقبل مستديم والتغلب على كافة التحديات المطروحة. انطلقت صباح اليوم بنواكشوط ورشة لعرض نتائج مشروع السماح التابع لوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، ويهدف هذا المشروع إلى توعية الشباب عبر الجمعيات والنوادي والمندوبيات الشبابية بالمخاطر والتحديات التي تواجهها. مشروع السماح يعرض نتائج وحصيلة عمله خلال الفترة الماضية التي عمل فيها على الوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الثقافات في بلادنا. المشروع الممول بشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي الداعم للشباب لتحسين ودعم الخدمات المخصصة له عبر الأندية والشبكات الجهوية والمنظمات. إن هذه الورشة لفرصة لنسعى من خلالها إلى مشاركتكم حصيلة هذا المشروع خلال السنوات الماضية لاستخلاص الدروس والاستفادة منها والبناء على نتائجها في التجارب اللاحقة. كما أنني أنوه بالشراكة النوعية بين بلادنا والاتحاد الأوروبي والتي كانت الأساس المتين لنجاح هذا المشروع. أغتنم هذه الفرصة لأشكر الفريق الفني الذي دأب دون عناء طيلة 4 سنوات على تحقيق الأهداف الطموحة لهذا المشروع. كما أشدد الشكر لجميع الفاعلين الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع، وأحيي الجهود التي بذلتها الفرق الميدانية والشركاء وكذلك التجمعات المحلية التي شاركت بفعالية في تنفيذ الأنشطة.
يستهدف مشروع السماح الشباب في عموم ولايات الوطن لترقية الخطاب ومعالجة السلوك المنحرف لدى البعض. وفي كلمة منسق مشروع السماح محمد خيار أكد أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتمويل مرحلة جديدة من أجل دعم الجهود الوطنية المبذولة لمنع النزاعات وتعزيز الحوار بين الثقافات في موريتانيا لمشاركة الشباب في مجتمع شامل ومستدام. يسعى الاتحاد الأوروبي من وراء هذه الشراكة إلى وضع أسس لتعزيز التشاور بين الشباب والمسؤولين والمنتخبين المحليين في دوائرهم ومجتمعاتهم. وفي كلمة ممثل الاتحاد الأوروبي ببلادنا بيير بازيز أكد أن مشروع السماح دعم خلال السنوات الماضية كل الخدمات اللامركزية للوزارة وكذلك الجمعيات التي تمثل الشباب والسلطات المحلية مع بناء مساحات للاجتماعات والحوارات الخاصة بالشباب. وأضاف أن هذا تم بالتعاون الوثيق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي. وخلال الورشة تلقى الحضور فيلما يوثق ما قام به مشروع السماح داخل البلاد إشراكا وتشجيعا للشباب وتحسيسا وتوعية للرقي بهذه الفئة المهمة من المجتمع. اختتمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم في مقرها بنقشوط الورشة الخاصة بحصيلة الانتخابات الرئاسية الماضية. شارك في أعمال هذه الورشة ممثلون عن عدة قطاعات حكومية وهيئات وطنية ودولية. بعد 3 أيام من العروض والنقاشات المستفيضة اختتمت الورشة الفنية المخصصة لحصيلة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 يونيو 2024، والمنظمة من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل الإسهام في تعزيز الحكامة الانتخابية وتقييم كافة مراحل المسار الانتخابي بغية تحسين وتطوير الأداء في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. باسم رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أود أن أقدم لكم الشكر التام على الجهد الذي قمتم به في إطار هذا التنسيق فيما بين المجموعات لتقديم لنا حصيلة من التوصيات. هذه التوصيات إن شاء الله اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ستتعامل معها بإيجابية، ولا شك أن هذه التوصيات ستساعدنا على تأطير أقوى وأحسن للعملية الانتخابية الرئاسية وللأخرات من انتخابات بلدية وجهوية وتشريعية. المتحدث باسم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بلادنا نوه بالنتائج التي تمخضت عنها أعمال هذه الورشة، مؤكدا مواصلة دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحكومة الموريتانية واللجنة المستقلة للانتخابات من خلال مشروع دعم المسار الانتخابي سبيلا إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية. الحفل الختامي لهذه الورشة توج بتقديم التوصيات الختامية التي ركزت على الإطار القانوني واللائحة الانتخابية وآلية معالجة وإرسال المعطيات الانتخابية والشمولية الانتخابية من خلال مشاركة النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والتعبئة والإعلام الانتخابي، إضافة إلى العمليات الانتخابية وكافة مراحل المسار الانتخابي، وهي التوصيات التي ستسهم في تحسين وتطوير الأداء في الدورات الانتخابية المقبلة. أشرف والي نواكشوط الجنوبية زوال اليوم في مقاطعة عرفات على إطلاق منتدى بلدية عرفات لتمكين الشباب في نسخته الأولى. تضمن هذا المنتدى تنظيم محاضرات تتناول قضايا الشباب وبعض الأنشطة الفنية والثقافية. بإشراف السلطات الإدارية بولاية نواكشوط الجنوبية وبحضور عمد بلدية نواكشوط 9 انطلق منتدى بلدية عرفات لتمكين الشباب في نسخته الأولى. ويهدف هذا المنتدى الذي ستدوم فعالياته 3 أيام إلى تأطير الشباب بالمعلومات وتمكينه من المشاركة الفعالة في بناء الدولة تماشيا مع سياسة السلطات العليا في هذا المجال. أيها الشباب، لا شك أنكم تدركون الأدوار الجسيمة التي يمكن أن
يلعبها الشباب في خدمة وطنه والنهوض به في شتى المجالات، وذلك لأنكم قاطرة البناء وعماد النهضة والتقدم. كما يجب أن ندرك جميعا ما يتعرض الشباب من مخاطر يجب التنبيه لها، مثل الجريمة المنظمة والمخدرات والغلو والتطرف وغيرها، وهو ما يستلزم استغلال فترة الشباب لاستغلال الأمثل وتوجيه تلك الطاقات للانخراط المباشر في تنمية الأوطان والنهوض بها ونبذ الكسل والاتكالية. تعبئة الشباب حول القضايا الراهنة وإدماجه في الحياة النشطة عبر الحوار والتشاور أهداف من بين أخرى يسعى منظم هذه التظاهرة إلى تحقيقها عبر هذا اللقاء الثقافي. ننظم اليوم هذه التظاهرة منتديات بلدية عرفات لتمكين الشباب النسخة الأولى بغية تعبئة الشباب حول القضايا الراهنة كي يصبح شريكا فاعلا في عملية التنمية المحلية. ولا أخفى عليكم ما للشباب من دور كبير ومهم في بناء المجتمعات وتنميتها، فالشباب عماد نهضة الوطن وأساس الإنماء والتطور فيه، وهم بناة مجده وحضارته، فلا بد إذن من توعيتهم توعية شاملة كي يلعبوا الدور المنوط بهم. المنتدى سيشهد تقديم عروض حول آفاق التنمية المحلية في ظل اللامركزية وأخرى عن دور الشباب في التنمية، فضلا عن تنظيم سهرات مديحية وإلقاءات شعرية طيلة أيامه الثلاثة. شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية والترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن مقاييس المطر سجلت خلال 24 ساعة الماضية هطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وقد سجلت هذه الأمطار أعلى نسبة في قرية جليلة بولاية قديماغا وهي 75 مليمترا، فيما سجلت نسب لا تتجاوز 1 ملليمترا في مناطق من ولاية العصابة وتجارت و قديماغا. أصدرت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ نشرتها اليومية حول الخسائر التي سببتها الأمطار، ففي ولاية الحوض الغربي تم تسجيل نفوق بعض المواشي جراء صاعقة في قرية البشرة ببلدية الدفعة التابعة لمقاطعة طنطان، وفي مقاطعة تمشقط جرفت سيول التربة من أسفل النقطة من طريق تمشقط ما بين الكيلومترين 44 و45، ويشكل الانجراف خطرا يحتم على سالكي الطريق المزيد من اليقظة والانتباه. أما في ولاية تجانت فقد تضررت الحجرات الدراسية في قرية بن الشاب التابعة لمركز الخشب الإداري في مقاطعة تشيت، وعلى مستوى ولاية قديماغا تضررت أسقف 3 حجرات دراسية في قرية أهل الجمن التابعة لبلدية الصوفي بمقاطعة غابو. احتضن مقهى الأدب مساء أمس في إطار برنامج زهو اليراع ندوة لاستضافة الشاعر محمد إمام حول قراءة في ديوانه، وكان هذا اللقاء الأدبي سانحة للحديث عن أهمية هذا الإصدار الجديد وما سيضيفه للساحة الثقافية الوطنية. يأتي تنظيم هذا النشاط في إطار برنامج مائدة الشاي الأربعاء الذي دأب اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين على تنظيمه بهدف إنعاش الساحة الثقافية. حضر هذه الندوة عدد من الشعراء والكتاب والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي. المسائية انتهت، إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يؤكد خلال افتتاح القمة الصينية الإفريقية أن التعاون بين الصين وإفريقيا يعتبر نموذجا رائدا لتسريع التنمية.
رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يزور شركة شمال الصين للصناعات نورينكو ويطلع على مجالات تدخلها وأحدث ابتكاراتها. والوزير الأول يستعرض أمام الجمعية الوطنية الخطوط العريضة والمحاور الرئيسة للسياسة العامة للحكومة. نشرة أخبار الولايات بعد قليل، إلى اللقاء.